كيفاش تعدى نهاركم. الفيديو بتاع اليوم فيديو باش نحكيو فيه على السعادة، باش نحكيو على 5 نصائح حسب رأيي انا ينجموا يخليكم تكونوا سعداء وينجموا يخليكم تحبوا الدنيا وتحسوا بالسعادة. دونك يلا ليتس جو. اول نصيحة، arrête de te comparer aux autres، ما تقارنش روحك بالناس الاخرين وما تقارنش الباركور نتاعك بالباركور نتاع الناس الاخرين. ما تقولش انا قريت نفس القراية، فلانة قرات نفس القراية، هي نشحت وانا ما نشحتش. لا، ما تقولش انا عندي نفس العمر نتاع فلتانة، هي عملت الحاجات هذوكم الكل وانا ما عملتش الحاجات هذوكم. دونك انا انسانة فاشلة في حياتي، انا بيا ليه على خاطر ما وصلتش نعمل الحاجات اللي هي عملتهم. ما تقارنش حياتك وما تقارنش طون باركور بحيات الناس الاخرين وباركور الناس الاخرين. حط في بالك اللي اذا كان حاجه ما كتبتلكش اليوم بتاتخ على خاطر فما حاجه بخير منها باش تكتب لك، والا على خاطر نفس الحاجه باش تكتب لك اما في نهار اخر. ما تقارنش روحك بغيرك، ما تقارنش الباركور نتاعك باركور غيرك، وما تخليش السعاده نتاعك تقترن بالسعاده نتاع غيرك. انت تنجم تكون سعيده بالحاجات اللي عندك اللي هما با فورسيمون الحاجات اللي عند غيرك. النصيحه الثانيه، حاول انك تستمتع بالحاجات الصغيرة في حياتك. تنجم تكون سعيد وانت قاعد تقرا في كتاب، وانت قاعد ترشف في قهوة عربي ريحتها بنينة. تنجم تكون سعيد وانت قاعد في وسط العائلة قاعدين تتفرجوا على حاجة. تنجم تكون سعيد بحاجات بسيطة في الدنيا، مش لازم تكون في فواياج في اخر الدنيا ولا انك تملك الدنيا الكل باش تكون سعيد. حاول انك تستمتع بالحاجات البسيطة والحاجات الصغيرة. النصيحة الثالثة، prends soin de toi، ربي عطانا برشا نعم، حاول انك تحافظ على النعم هذوكم وانك تتمتع بهم. الصحة نعمة من عند ربي، حاول انك تعمل سبور، حاول انك ترد بالك على ماكلتك. مش لازم راهو تاكل ماكلة هيلثي وماستر، تنجم تاكل ماكلة صحية وبنينة. حاول انك تتلهي بلبستك، حاول انك تتلهي بمكياجك. مش لازم تعمل مكياج كل نهار اشكال والوان غريبة وتعمل مكياج متاع سهرية. راهو تنجم تعمل كريم هيدراتون، ما تخليش بشرتك مقشرة، ما تخليش بشرتك فيها حبوب. ترد بالك من لي روجور والبلايص اللي غامقة مثلا في بشرتك. تنجم جوست تعمل ترايف بارفون تدلهي بشعرك، ما تكونش حالتك حيلة. ومش لازم على خاطرك مثلا ما تخدمش والا قاعدة في الدار كي تغزل وجهك في المراية تقول يا لطيف. لا، راه تنجم تكون حتى قاعدة في الدار تكون لابسة لبسة متاع دار، لكن لبسة سعيدة تخليك تحس اللي انت سعيدة. تنجم تكون لاهية بروحك، ما تخليش روحك هكاك ريحتك ثوم وبصل ومقلي وكل شيء. ميسالش بدل لبسك اعمل شويه بارفان، اتلهي بالامبيونس نتاع دارك. ميسالش راهو كي تشري نوار للدار مش لازم تستنى حتى لين راجلك ولا صاحبك ولا منعرفش شكون يجيب لك نوار. تنجم تشري نوار تحطه في الدار، تبدل الامبيونس، تبدل لا ديكوراسيون دو طون زون طون، مره على مره تبدل البليد نتاعك، تبدل الالوان اللي عندك في الدار. اتلهي بروحك، اتلهي ببدنك، واتلهي بالانفيرونمون اللي انت عايشه فيه. النصيحه الرابعه وهي نصيحه مهمه عندي انا، حاول انك تونتور بالعباد البوزيتيف. شو معناها؟ معناها حاول انه الانتوراج نتاعك يكونوا فيه عباد بوزيتيف، عباد يعطيوك اون انرجي بوزيتيف، عباد يعطيوك دي زوند بوزيتيف، عباد هما فرحانين ويحبوا الدنيا ويشجعوك على الدنيا ويشجعوك باش تعمل برشا حاجات. باش تقول لي صعيبه شويه الحكي اذا كان يبدا عندك في العائله عباد نيجاتيف وديما تشوف فيهم هما عباد نيجاتيف. حاول العباد هذوما يا اما تو لي زيفيت، تحاول تبعد عليهم قد ما تنجم، والا العباد هذوما حاول انك تحكي معاهم. بتيت هو مسكين ولا هي مسكينه ما في بليش بروحها اللي هي نيجاتيف، حاول انك تحكي معاها مره واثنين وثلاثه وتحاول انك توعيها معناها بالنيجاتيفيتي نتاعها. واذا كان ما فهمتش حاول انك تو ليفيت معناها قد ما تنجم. اون كونتر بارتي حاول انك تو تونتور بعباد مفيدين وعباد بوزيتيف. حاول انك منعرفش حتى كي تتفرج في التلفزة ولا تتفرج في يوتيوب والا تسمع موسيقى، اسمع موسيقى بوزيتيف، اسمع عباد بوزيتيف. ديما نحكيكم على احمد عمارة اللي يعجبني برشا برشا برشا، تنجموا تتفرجوا في لي فيديو نتاعكم، تنحط لكم لو ليان بوني. انا الانسان هذيك ياسر يعجبني وياسر يظهر لي بوزيتيف وياسر يظهر لي موتيفون. حاول تتبعوا عباد كي فو موتيف، مش تتبع عبد بربي هو يبدا كله مشاكل ويزيد على مشاكلك معناها. لا، حاول تتبع عباد وتخلي روحك انتوري بعباد بوزيتيف. النصيحة الخامسة وهي نصيحة مهمة برشا برشا برشا، غولاتيفيزي يا جماعة، غولاتيفيزي قد ما تنجموا. بلي يكونوا عندنا مشاكل، فما مشاكل عند عباد اخرين اكثر واعمق واكبر من مشاكلنا. اون غولاتيفيزون تنجم المشكله نتاعك اللي كنت تشوفها كبيره تولي تشوفها صغيره مقارنه بمشكله عبد اخر. حكيت في فيديو قديمه على ان كون دي ريفوجي، حكيت على اللاجئين السوريين، حكيت على المعاناه نتاعهم، وحكيت قلت قداش المشاكل نتاعنا نتاع كل نهار تبين مشاكل
ما نحبش نقول تافهه، لكن تبين مشاكل صغيره قدام المشاكل اللي عند العبيد هذوما، اللي هما كانوا عبيد عايشين بخدمتهم، عايشين مع ديارهم في الفامي نتاعهم، وفي ليله ونهار صبحوا لا عندهم دار لا عندهم وطن لا عندهم حتى شيء، ولقاو رواحهم شاقين البحر جوست باش يمنعوا بحيتهم، ولقاو رواحهم ما عندهمش وين يكنوا راسهم كما نقولوا احنا. دونك يفو ريلاتيفيزي يا جماعه. اذا كان مشكله صارت لك قول ميسالش مانيش اول واحد في الدنيا اللي صارت له المشكله هذه، ميسالش اون كونتر بارتي عندي الصحه، ميسالش اون كونتر بارتي عندي العائله، اون كونتر بارتي عندي خدمتي. حاول انك تركز على الحاجات اللي عندك، وحاول انك تقول راهو فما ناس عندهم مشاكل ما اكبر من المشكله اللي عندي، وبتوقتها تقول ميسالش المشكله هذه كيما صارت لي انا، كيما سيرتينمون صارت لبرشا عباد اخرين، وشنيا محسوب حكايه صغيره وتو نتغلب عليها. والدنيا ما فيهاش كل الحاجات الباين، الدنيا فيها مشاكل زايده، لكن كيفاش احنا نغزو المشكله هيك وكيفاش نجمو نتجاوزوها وفي قداش من وقت نجمو نتجاوزوها، هذيك هي لا ديفيرونس ما بيناتنا وما بينات العباد السعداء. حاولوا انكم تتغلبوا على المشاكل نتاعكم، على خاطر المشاكل راهو باللي تكون كبيره ماهي الا مشاكل صغيره مقارنه بمشاكل عباد اخرين. ريلاتيفيزي يا جماعه، حاولوا انكم تتغلبوا على المشاكل، حاولوا انكم تحبوا الدنيا، حاولوا انكم تكونوا سعداء، وحاولوا انكم تنشروا السعاده هذه، على خاطر كيما يقولوا ان سوغيغ اي كونتاجيو، السعاده زاده الي كونتاجيوز، السعاده كي تضحك في وجه عبد كي تكون انت سعيد راهو تنشر السعاده هذه، واللي يكون قدامك يكون ماهوش سعيد ولا عنده نهار ماهوش بيه كيشوفك انت تضحك وكيشوفك زاهي وكيشوفك كلك سعاده وكلك نشاط، راه هو بيتو يولي زاهي ويولي كله سعاده. دونك حاولوا انكم تكونوا سعداء وحاولوا انكم تنشروا السعاده. اي فوالا سيتي تو بور سيت فيديو، جيسبر لي الفيديو عجبتكم، جيسبر لي انا نجمت نبعث لكم كلك زون بوزيتيف ونخليكم سعداء شويه والا جو فو موتيف. قولوا لي في لي كومونتير كان عندكم دي زيدي والا نصائح باش تكونوا سعداء، نيزيتي با لايكي لا فيديو على خاطر سامو كوراج اي سام في انورميمون بليزير. انا نقول لكم نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جاية. بوسة كبيرة، باي باي، سلامة.